ملعوبة ونزير عم بيخلص حلو لعند باسل تتخلص وحلوة هدف أول لصالح اي اس اي بهيدي اللحظات هدف أول لباسل برافو يا باسل هدف أول لاي اس اي بالمباراة الكرة بيلعبها لجيسون يلا يا جيسون بيحولها حلوة لعند يا باسل وبتتخلص مع رشيد تسديدة الله 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 يحيى بري صاروخ من يحيى بري عم يسكن الشباك الإيطالية وشوفوا أم يحيى مبسوطة وسعيدة وفرحانة بابن يحيى يلي عم بيسجل من خارج المناطق هدف تاني لصالح اي اس اي أصبحت النتيجة 2 اي اس اي 0 كريستينيس الإيطالي